سلام، كيفكم اصدقائي؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عدنان شيبي ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. واليوم الفيديو راح يحكي عن علي مرسال ومحمود ديشكو. عم بيحكي نزلت اغنيه لعلي مرسال ولا محمود ديشكو، عمال يسبوا بعضهم، ما عرفوا ستر مغطى على بعضهم، ونزلوا كسح بالساحه، ما عرفوا حدا يعني اعلى منهم، ما انتقدوا ويعني ما استثنوا حدا طاول. طبعا علي مرسال ومحمود ديشكو ما عرفوا حدا يعني بحاله، ما عرفوا لا يوتيوبر لا مغني راب، كله نزلوا فيه كسح، كله نزلوا فيه تقفيل وانتقاد. طيب ليش هيك؟ ليش؟ بس وحياة الله يا اصدقائي، هاي كلها ارتفاق، يعني كلها هي مرتفقين عليها. كلكم عمال تسالوا يعني شلون لعبه وشلون عم لعبوا لعبه وشلون مرتفق عليها، هاي كلها ارتفاق، والله العظيم هاي كلها ارتفاق، يعني كلها مرتفقين كلياتهم، علي مرسال، محمود ديشكو، وسام تكت، محمد جواني، كل الشلة مرتفقين كرمال المشاهدات وبس، كرمال الأرباح، ويعني اللي بلش بهالشغلة هو وسام تكت، وسام هو اللي بلش، وسام ارتفع من فترة مع جواني وعلقوا مع بعض، يعني هيك مشان يحركوا الجو ويلموا مشاهدات ومشتركين، مشان متابعين جواني يروح عند وسام ومتابعين وسام يروح عند جواني وهيك بيلموا يعني مشتركين، يعني فقط لا غير، يعني لا قتيله ولا شيء، كلها ارتفاق ولعب عليها بس كمان مصلحه. يعني نحن كيوتيوبر كلياتنا بنحب متابعينا والكل يعني بيهتم بمتابعينه. هلا انا بحب كل متابعيني الا يلي بسبني، هذا ما بعطيه ذات اهميه ولا بحاول اشوفه نهائيا، يعني على التعليقات ما بشوفه، كل شيء يعني بيحبني بحبه. هلا انت يا ديشكو ويا علي مرسال، يعني انتوا اذا بتحبوا متابعينكم لا تتاجروا فيهم، يعني لا تتاجروا فيهم وتستعملون لغايات شخصيه، يعني لا تلموا مشاهدات من وراهم، لا تلموا مشتركين من وراهم، يعني اذا بتحبون انتوا لا تجروا، يعني لا تتاجروا فيهم لغايات شخصيه ولا مصلحه. يا علي مرسال او يا محمود ديشكو او يا اي يعني اي شخص يوتيوبر عمال يعمل هيك، او يا وسام تكت، هلا انتوا عمال تعملوا هيك، هلا انتم متابعينكم بيطلع عند متابعين وسام تكت بيطلع عند ديشكو ببلش بسب فيه، متابعين ديشكو بيروح عند جواني بسب فيه، متابعين جواني بيروح عند مرسال بسب فيه. طيب ليش عمال تعمل بس تبادل، يعني زين تبادل اشتراكات بس وحياة الله، نحن اليوتيوبر اللي عندنا ما يقوس منهم، يعني همهم بس مصاري، اعطوهم مصاري مو بينسوا بس اليوتيوب، وبينسوا قناتهم وبينسوا اهلهم. نحن اللي عندنا اليوتيوبر عندنا ما يقوس منه، همه بس المصاري والشهره. هلا مثلا تعال لنروح على اليوتيوبر السعودي، اليوتيوبر السعودي مثلا اثنين يوتيوبر بيجوا لعند بعضهم بيسووا شغله يعني بسيطه وشغله لطيفه بينزلوها وبيشهروا بعضهم اثنيناتهم، بس نحن لا، مثلا انا عندي مثلا 1000 مشترك، اجي اصور مع واحد عنده 200 مشترك، وين انا مشهور انا؟ يعني شلون اصور معك؟ يعني نحن همنا بس الشهره والكبره وبس. هلا روح على اي يوتيوبر، اثنين مثلا يوتيوبر بيجوا بصوروا مع بعضهم، بيعملوا شغله بسيطه، بنزلوها وبشهروا بعضهم، نحن لا، بنعمل اوتيله وضربني ونزلت له غنيه وبقفل هذا كرمال شو؟ الشهره، بدل يعني شفت حالهم كثير كثير، يعني هلا انا عندي مثلا يعني مع عندي 100,000 مشترك، اصور مع عنده واحد عنده 50,000 مشترك، لا انا مشهور انا، يعني اذا هيك نحن مستحيل نصيب حياتنا. هي اصدقائي هي كلها لعبه وكلها مؤامره كرمال المشاهدات وكرمال تبادل الاشتراكات، يعني كلها عمال تصير يعني على ظهركم. هذا مثلا انا متابع مرسال، هذا سب مرسال، انا بطلع بسبهم بدون ما افكر، بدون ما اسوي اي شيء. هلا عقلا ذهنا، عقلا ذهنا، هلا خلونا نجي يعني لاعطيكم يعني دليل صغير. هلا ديشكو نزل غنيه عمال ينتقد فيها محمد جواني وعلي مرسال، يعني وبالانتقاد بكلمه انتم طيزين بالباز، فجاه بعد يعني اقل من ساعه رد عليه مرسال بنفس الكلمه، قال له ان انتم عم تقول يعني انت عم تقول علينا طيزين بالباز، يعني انت شلون يعني عقلا ذهنا يا مرسال، ايمت لحقت انت تكتب الغنية؟ ايمت لحقت تجيب اللحن؟ ايمت لحقت يعني تصور يعني فيديو كليب ومونتاج خطير، يعني خطير خطير، يعني شيء متعوب عليه كثير كثير. هلا انا بصور فيديو دقيقتين بياكل معي اقل من ساعة ساعة ونص، ما انتج بدون ما احط له اي مؤثرات واي شيء. انت يا مرسال كيف خلصت يعني بهالسرعة وكيف ألفت الكلمات؟ وايمت لك ايمت لحقت تسمع الغنية لحتى تألف لك كلمات؟ بين كذبة، يعني مرسال رد عليه بنفس الكلمة مثل حقيقة بالكلمات. انت يا ديشكو اذا ما عندك محتوى تنزله، يعني صار لك فترة قطع وحابب يعني ترجع على اليوتيوب، روح شوف مايا خليفة وين صارت ورجع قفل عليها. وانت يا مرسال روح حط لي الماكس ويعني عمل تجرباتك الخطيرة، يعني وحاج تاجروا يعني بالمتابعين وحاج تخليهم يسبوا بعضهم يعني وتبنوا فتنة كرمال بس الشهرة والمصاري. هلا انت ايد على راسك يا ديشكو، انت ومرسال قديش طلع لكم بهالشغلة؟
بس حياة الله يعني عمال تبهدلونا، وحياة الله يعني اذا ما عندكم محتوى كل واحد يرجع، انت رجع شوف ما يخليفه، وانت رجع حط لي الماكس، خلي لي الماكس الحنون انا، وحاجت يعني حاجتكم يعني لهون وبس، حاجة كذب حاجة كذب ولف على المتابعين، وتخلوا الناس تسبسب بعضها، يعني هذا عم بطلع بسب لاني عم بسب ديشكو، هذا عم بطلع بسب لاني عم بسب مرسال، وحاجة كذب على بعض يعني كرمال مصاري وكرمال شهرة، ارجعوا انتم مثل ما كنتوا وخلص، يعني حاش بهدلون اكثر يعني من هيك. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله عجبكم الفيديو. يا اصدقائي اول ما انسى الكل يدلع على التعليقات ويكتب لي هاشتاج لو خيروك عدنان خيروني البيتكوين يا، وراح اخذ افضل 6 لو خيروك، وراح انفذ ان شاء الله. اذا شفت التفاعل كثير كويس راح انزل بكره لو خيروك، الكل ينزل يكتب لي هاشتاج لو خيروك عدنان، وان شاء الله اذا شفت تفاعل كثير كبير راح بكره انزل فيديو لو خيروك، وراح اخذ افضل 6 يعني لو خيروك. ولهون نكون وصلنا لنهايه الفيديو اصدقائي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك بالقناه وتفعل علامه الجرس، وبحبكم بشوفكم فيديو جديد.